الفيضانات تجتاح اليمن، وتقارير تتحدث عن 560 ألف متضرر وسط أجواء عنيفة وأمراض منقولة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا لجمع 13.3 مليون دولار للاستجابة لحاجات المتضررين وسط نقص التمويل بعد الفيضانات العارمة والعواصف العنيفة التي ضربت اليمن في الأسابيع الأخيرة، والتي أثرت على 562 ألف شخص. وقالت المنظمة الأممية في بيان أن الظروف الجوية غير المسبوقة تسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ما أدى إلى نزوح الآلاف داخلياً والمجتمعات المضيفة بحاجة ماسة إلى مساعدة. وأضافت أنه استجابة للفيضانات الشديدة والعواصف العنيفة التي أثرت على نحو 562 ألف شخص في اليمن استدعت تقديم مساعدات عاجلة منقذة للحياة. البيان نقل عن القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر قوله إن حجم الدمار مروع، ونحن بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً. ومنذ أواخر يوليو تسببت أمطار غزيرة وفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر، ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق، وذلك بحسب المنظمة. ونهاية أغسطس تسببت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في محافظة المحويت في غرب اليمن، ما أسفر عن فقدان أو مقتل أكثر من 40 شخصا بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، التي أشارت إلى أن عشرات المنازل دمرت في المنطقة، ما أرغم 215 عائلة على النزوح، وكان 60 آخرون لقوا مصرعهم في فيضانات بدأت أواخر يوليو بحسب الأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذه الأمطار لم تؤدي إلى خسائر مأساوية في الأرواح فحسب، إنما قضت أيضا على ممتلكات مجتمعات بأكملها ووسائل البقاء على قيد الحياة. وأكدت أن التمويل الفوري ضروري لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، محذرة من أنه من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية السيئة في الأسابيع المقبلة. وقد تزامنت هذه العواصف في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي وباء الكوليرا وانعدام الأمن الغذائي المتزايد، مما أدى إلى تفاقم ضعف الأسر النازحة وأنظمة الصحة المنهكة. ومع توقع استمرار ظروف الطقس القاسية، فإن المزيد من الأسر معرضة لخطر النزوح والتعرض لتفشي الأمراض بسبب تضرر البنية التحتية للمياه والصحة. ومع توقع حدوث مزيد من الأحوال الجوية القاسية في الأسابيع القادمة والقيود المالية، تدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي بشكل عاجل لدعم هذا النداء لمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة ولمعالجة الاحتياجات المتزايدة للمتضررين.